بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حنتكلم عن جيليتك سايكاتري. كالعادة نبدأ في كويز. Need a question please about hypochondriasis. Misinterpretation of symptoms. And so on. Is it true or false? It is true. طبعا with aging في many symptoms occur, منها physical changes سميها somatic زي musculoskeletal تكلمنا عنها, cardiovascular, metabolic, endocrine, GIT, sensory and the brain. طبعا كمان بيحصل mental changes. دائما طبعا احنا في relation between the physical and mental health. هنا the personality amplification of character traits. يعني مثلا عنده symptoms بضخمها. عندنا cognition and memory impairment. بصير عنده slowing في mental ability. والسكيلز بتاعته بتقل في الديلي اكتيفيتي, وهنا تكلمنا عنها في الاسسمنت. لكن في عنده ميزة summarize experience, يعني ممكن كلمتين ثلاثة, يعني اللي بيده من الزاز ما يحط في الناس الطوب مثلا. في ممكن emotional changes. هنا emotional maturity ايش بيحصل فيها؟ تكون يعني ability to handle situation without unnecessary escalating, يعني يكون عنده حكمة في التعامل مع الناس. بس يا ولد هذا ابننا ولازم نعمله لطف, يعني هذه نوع من النصيحة والحكمة. في هنا بيحصل social changes retirement, خلاص تقاعد وصار عندها ايش financial difficulties. بيحصل decrease في social status لانه بتحس انه اقل من الناس في المجتمع, خصوصي افضل retirement. يقول لك والله ما كنت شغال في العمل الكل يحترمني. Somatic diseases يكون في فوكس على الفيزيكال سيمبتومز, دائما بتفقد حاله. وفي عنده grief, يعني هنا somatic اخذته somatic form disorders, يعني كل البروبلم بتاعته كان بي بريزنتد وذ سوماتيك ديس اوردرز. جريف هنا بحصل هنا لوس للزوجه, براذر سيستر فريندز. سوشيال ايزوليشن بقل الكونتاكت بتاعته مع الناس, أنا بحس إنه الناس ما بيحترموه وفلوسه قليلة فبقل. بعدين ممكن يطلع إيش أهله يودوه to nursing house. طبعا احنا تكلمنا هنا ومن إيه تاني والتالت إنه geriatrics are increasing.
وطبعا احنا نتعلم ناخذ هذه السنسوس منين؟ فروم ذا امريكانز. ليش؟ لانه احنا ما عندناش قلنا سنسوس، وقلنا هيوصلوا قبل هيك حوالي 70% في 2030. طيب احنا هنا ليش احنا واي سايكاتريك تشينجز ستادي؟ هنا في انا بحصل منتال ديس اوردرز which is different with different manifestation and biogenesis and while he is elder these things will be more. وفي عنا بحصل معاه اللي هو إكو existing chronic medical illnesses، يعني بحصل عنه diabetes, hypertension, malignancy، وهذه will worsen إيش ال mental disorders. بحصل more medication بياخد، انت عارفين قلنا ليش brown bag اللي بيجي فيه للدرجة في your clinic. وفي cognitive impairment يعني cannot remember things easily، الليرنينج بتاعه بقل شوية، والconcentration وmaking decision كل هذا will affect his age daily activity. طبعا retirement والdead of friends or relatives will be social stressors for him. لو جينا بالنسبة mental disorders among elderly is less than others، هذا لو ايش ما حطيناش dementia among them، يعني حوالي 20% of persons older than 65 have diagnosed psychological symptoms. واضح النقطة هذه، يعني mental disorders among elderly is less إذا بنعمل exclusion لا dementia، وبس عندنا 20% among 65 years بيحصل عندهم psychological symptoms. هنا البرين بيحصل فيه changes، the structure, neurological changes and cognitive and motor abilities. لو أخذنا structure بيحصل decline، تكلمنا عليها احنا هذه، في the weight of the brain والneurons بتكون ايش تكون لوس لس، وبيحصل نيورونال اتروفي وسينابتيك لوس، بعدين بيحصل تريمينج للدنترايس هي بتزيد لكن بيحصلها تريمينج، الوايت ماتر ايش بيحصلها ديزيز افكتنج ذا سيربرال مايلين، الجلايوزيز هاي تعتبر ايش هارفول، يعني بيحصل هنا بروفيليشن اند هايبرتروفي. في عنا هنا حاجة الدوبامين ريسبتورز والكولينرجيك بيحصل فيهم امبالانس، وانت ديزيز اللي هو اسمه باركنسونيزم ناتج عن دوبامين and cholinergic acetylcholine imbalance. هنا بالنسبة لو تكلمنا على الجيت the motor changes هذه، طبعا احنا قلنا لكم في المحاضرة السابقة على ما اعتقد كيف to assess the gait of an elderly، لانه بيحصل في impairment في الجيت، قلنا احنا while he is sitting to ask him to get up and walk for 15 or 20 feet
straight line and go back and sit back. وعشان نشوف كمان ما عندوش imbalance خليه هو واقف to fold his arms around his chest. وفي نفس الوقت قلنا نعمل ايش؟ touch the chest, not push يعني بقوة عشان ما نبوقع بعدين. إذا كان maintain balance that means he is good. Reaction to time slowing. Every 15 years يبدأ هذا الكلام from the age of 24 بس decrease في recognition to about 15%. يعني احنا قديش حصل لنا ديكلاين الله اعلم. انتوا لسه شباب ما شاء الله عليكم. بالانس تشينجز في عنا حاجات طبعا تتحكم فيها فيستيبولار سنسوري موتور اند برين. هنا بنتكلم على ايش؟ كوجنيشن ابيليتيز الاكسكيوتيف فانكشن حاجات التنفيذية. النمبر سكيلز انكلودينج paying attention, organization, planning, putting priority for activities. هذه بحصل فيها ايش؟ impairment. يعني لو بده يسترجع حاجة receive it you'll find it with difficulty. هنا بحصل عنا memory skill بيحصلها drop especially في حالات episodes. يعني لو حصل مثلا اجى واحد ويا جنبه يتلخبط. He doesn't know how to behave. الممري بيحصل recall worse than before. هنا the big difference between recognition and recall is the amount of cues you give him. يعني هيك بكون مثلا نيجي نقول احنا مع العواجيز هو قلنا الميموري يعني بكون يعني impaired. لكن especially for the recent recall. لو جينا طلبنا منه يحكي لنا حدوته عن زمان هي كان من بعيد بس لازم نعطيه ايش؟ هنتس. قولي لنا حدوته يوم ما اتجوزتي ولبستي الفستان الابيض ايش؟ اللي جابتك اياه الحجه فلان او امك كذا. بعدين بتلاقيها شي من بعيد او ذا ستوري انت ستارتد تو تيل يو ات. إننا أعطيناها إيش؟ hints. وعشان هيك إحنا بالنسبة لنا في معظم الأسئلة تاعتنا الـ MCQs بنحطها في سيناريو لأنه السيناريو بيعطيك hint for the answer. Changes in cognitive abilities تشمل ايش؟ learning and memory. وهذه بتكون قلنا بتكون ايش؟ slower. ال concentration يعني بالنسبة للميموري بتكون هنا قلتها من شوية short term بتكون يعني يعني موجودة but affected by concentration which is ايش؟ less. عشان هيك دائما بنحاول نذكره ونديله hints. وقلت من شويه the long memory is affected by aging. بس لو ادينا له clues
he will recall all. يعني يكون الريكول للأول أزول أحسن من ال من يعني لو نمل ريكول ذبيش يعني بعد يومين ثلاثة مثلا ممكن ينسى ال recent, لكن الأول he will إيش recall it لو أعطينا له cues. في عنا some diseases will affect this memory. Affect the brain. Diabetes, hypertension, vascular risk factors. هنا في عنا the activities اللي تعطي the past times اللي هي التسلية. مش قولوا بعنا والحاجات هذه, احنا ما نعرفش الحاجات هذه, يمكن ايش نلعب شريطة. Social networks. الآن يعني العواجيز بدوا يجيبوا جوالات ويعملوا واتساب, هذا will help him. طبعا احنا دائما بنتكلم الفيزيكال اكتيفيتي, وشفتوا فيديو كيف الاكتيفيتي الفيزيكال اكتيفيتي امبروف ذا هيلث اوف الدرلي, وشفنا الكنديان فيديو وش توكينج اباوت ذات. الدايت اولسو از امبورتنت, سبيشالي لو فات. قلنا لكم في المحاضره السابقه ان الواحد ياخذ this study was done on animals, هذا في التورز بتاعت الايجن, قلنا انه بياخذ 50-60% من حاجته وقلل الفات live longer والانتي اوكسيدانتس is needed. في عنا حاجات تحصل عنا diseases يمكن نتكلم عنها, cognitive disorders, depressive substance abuse. هنا cognitive disorders include delirium and dementia. Agnostic disorders, هذا مش هتكلم عنه الحاجات هذه لأنه هذا بالسيكاتري, بس ناخذ حاجات اللي ليت تقريبا انه ازود. هذا فيديو يعني بتحدث عن الديليريوم, and you will see how the patient of delirium present. What's going on? I want to get out of here. I want to get out of here. Mr. Williams. You're keeping me. I don't want to stay here. Mr. Williams, I'm the nurse practitioner. Barb, remember me from yesterday? No, I don't. You're in the hospital. You're in the hospital. Get me out of here. Let me get your glasses for you. Delirium is a sudden onset of confusion that can happen when someone becomes ill. It can happen at any age, but those most at risk are the very young, the very old, and the very sick. Delirium, I was told I had that, and I was very confused. I misinterpreted a lot of things in the environment, sounds. I would hear sounds in the walls, and hindsight's always clear. I knew it was oxygen, and I called my sister, and I'm like, you have to get me a hammer. I've got to let the birds out of the wall. A person with delirium cannot think clearly, has trouble paying attention, and is not aware of what is going on around them. Delirium can cause a person to see or hear things that are not there, but seem very real to them. Treating delirium as soon as possible is extremely important to a patient's recovery. Care providers do not know your family member as well as you do, and may not recognize behavior changes right away. It is critical for family members to make staff aware when they see changes, such as unusual sleepiness or lethargy, extreme restlessness or agitation, inability to recognize family or relatives, confusion about where they are, saying strange things, resistance to medical care,
Delirium is very stressful for patients and can slow down the recovery process. The sooner it is recognized, the better. 40 to 60% of hospitalized patients may experience some form of delirium. That is why it is so important for families to inform staff when they see something that is different. نبدأ ناخذ حالة. أعطيكم time to read it. هذه a patient male, 82 years old, عنده confusion. Do you know what is confusion? يعني one, يعني before state of loss of consciousness, البيشن بيكون aware to you, but the response تاعه بيكون ايش؟ slow. احنا دائما احنا لما ناخد history نقول في oriented to time, space and persons. احنا لما ناخد history لازم ايش؟ to inquire about these things. طب هذا عنده confusion من 3 days. كان عنده abdomen pain and feverish. احنا قلنا قبل هيك كمان يعني ممكن يكون عنده abdomen pain ما عندوش fever. And fever will not manifest in elderly. ممكن يدخل قلنا لكم ممكن يدخل في confusion أو delirium من مثلا عنده appendicitis. ما في شيء حتى لم مايد بين حتى ممكن يكون examination التمبشر كانت عنده 40 blood pressure normal but it is lethargic no acute distress he is oriented to person only. المهم هنا في النهاية أنتو I hope you are following reading it. طبعا احنا عملنا له ايش abdominal examination ولقينا فيه تندر نسمع مناش other test. The patient appears to be a new onset of confusion. ناخذ شوية دليل. هي state of impaired consciousness reduce awareness of and ability to respond to the environment. نقول عن confusion يعني ممكن نقول له كيف حالك الله يسلمك صوت واطي بس هنا في delirium he may not respond to you. Cognitive deficits in attention to concentration, thinking and memory. كل موجودة. الدليريوم بصلها تكون acute or fluctuating. إذا في عنده symptom بتلاقي الدليريوم إجا. كان البطن يعني يكون عنده constipation يجيله دليريوم مثلا. Features of delirium. Hallucination. عارفين سمعت hallucination؟ Hallucination ممكن تكون hearing ممكن تكون visual. هنا بيكون ما فيش stimulus يعني it is coming from his mind. ما فيش حاجة stimulus مش زي illusion. Illusion هنا فيه stimulus بس فيه misinterpretation يعني واحد بيشوف حبل على الحيطة يقول لك هذه ايش؟ This is snake. هذه illusion. في stimulus اما هنا مفيش. Emotional liability. هنا emotion يعني في حاجة بنسميها incontinence emotion عند الإدارة. لو ضحك بلاقي بضحك بزيادة ولو عيط بعيط بزيادة. Alteration in the
sleep wake cycle. قلناها psychomotor slowing or hyperactivity. في الليم ممكن يكون hyperactive بس ما بيعملوش ايش straining غلط، لانه ناس يعني حتى انا زمان لما انا كنت شغال يعني في مستشفى الشفا زمان in the surgery department، جاني واحد في عنده delirium، وقلنا ايش بلاش يوقع عملوا ربطوه هيك حطوه له حبال على ايديه وهيك on the bed، عملنا له straining هذا غلط. كنا يعني ايام لسه جينيور دكتورز. الفيشرز تاعته يا اما بيكون هايبر اكتيف او هايبر اليرت دليليوم، وهذا بيحتاج كونسلتيشن. هايبر اكتيف او هايبر اليرت هذا بيحتاج كونسلتيشن لانه مش هيزي نفسه. The prevalence of delirium at hospitals طبعا في الفيديو انتو شفتوها ازود من هيك، لكن عندي انا my source told me 10 to 35، هناك لحوالي 40 كان في الفيديو. The prevalence increase with multiple factors، ال age ال medications. احنا بعض الاحيان بيجينا patient with delirium ومع بياخذ مالتيبل ميديكيشن، هنا في الحاله هذه بنوقف كل الادويه لما نعمل له بلان فور ذا ميديكيشن. لو عنده اذر كو موربيتيز زي الدايبيتس والهايبرتنشن بتزود دليل. بيردن او دليل بتزود المورتاليتي. طبعا شفتوا الناس هي اللي باخذه بال منه، بحتاج ناس كثير بزياده. More stay in the hospital, risk of decline يعني مع delirium cognition بيحصل له drop بعدها. وبعدين risk of functional decline يعني بطل يعتمد على نفسه، لا يطلع يمشي ولا يطبخ أو يطلع الحمام أو to take shower. ما تشوف هنشوف حياة فيديوز بعدين. Burden of delirium لو دخل المستشفى ونعمل له عملية، هنا the post operative mobilization حصل له فيه delay. هنا لو بنعمل rehabilitation بنلاقي صعوبة لأنه عنده ايش delirium. الهونك care services حتزيد بسبب الدليريوم. هنا الكير كبرز يكون more stress for him because of this delirium. طبعا ايش اسباب الدليريوم؟ اول شيء في عنا systemic، قلنا ايش the infections pneumonia زي الحالة اللي جبناها UTI sepsis influenza cardiovascular arrhythmia heart failure MI severe hypertension. هذه ممكن ايش تسبب الدليريوم. احنا قلنا medication multiple medication البروفارماسي لا واحدة بتعمل دليريوم، لكن في some medication can increase it زي anticholinergic benzodiazepines antiarrhythmic digoxin some antibiotics زي ciprofloxacin azithromycin والinterferon. etiology of delirium in elderly عنا في brain disease زي ايش stroke trauma infection with inflammation. يعني هنا يحصل transsystemic attack أو stroke نفس كاملة. سبب جوا الهيماتوما
brain injury, abscess, meningitis, encephalitis. في عندنا ميتابوليك ديجمنس. انتوا عارفين بعض الاحيان البيشنت قلنا لكم دائما البيشنت الديلي بيشنت doesn't ask for water, يعني ممكن يحصل عنده dehydration because he doesn't take water. That is the responsibility of those who are taking of him, care of him, that do them and water. ممكن يحصل له hypoxia, ممكن hypoglycemia. And I remember one patient, يعني كانت عندها الغرز ودوها المستشفى لأنه كان يعني she was not eating properly, the family is not taking care of the patient because of hypoglycemia, hyperanemia, uremia, hyponatremia, thiamine deficiency, hyperthyroidism. هذه متابوليك. في عندنا سيرجري اوف تروما, يعني فريك هيب فراكشر وتسيفير ممكن تدخله في الدليريوم. طبعا الحال حيكون ازود يمكن في الكوريني باي باس سيرجري. لو بياخد الكحول ووقف هيدخل ايش في الدليريوم. بنزو دايربين هنا برضو لو وقفناه عنه او اخده بزيادة هيعمل يدخل في الدليريوم. طبعا اهم شيء هو التريتمنت تو نو ذا كوز, بعدين بده ايش كلوز سوبرفيجن باي ذا فاميلي and not to strain the family. أنا أول when I was young or junior doctor. هنا avoid polypharmacy. قلت لكم polypharmacy in general can cause delirium. طبعا لو كان بياخد فهنا المديكيشن وي يوزز في عندها حاجات بنستعملها للسايكوزز زي اولانزبين, هذا بيزود الويت. اسبريدون نفس الشيء في السايكوزز, هذا بنستعملها بالدليريوم. طبعا نديلهم سمول دوز, يعني اولانزبين يعني في السايكوزز ممكن نستارت ويز 5-10 از وات, يعني we don't recommend to give more than 5 milligrams or 15 milligrams. حتى 5 كفاية. If it's due to withdrawal of benzodiazepine, نديله long acting benzodiazepine. تاخدكم شوية نفس. Relax. خذوا نفس شوية. عشان نكمل the presentation. أنا أخذ مية. نكمل. هنتكلم هالجاي تكلمنا عن الدليريوم, عرفنا نتكلم عن إيش ديمينشا. عشان نبدأ فيها ناخذ لنا فيديو كمان نتسلّى فيه. Simon, yes. I've got a 90-year-old who's been sent in from the care home saying she's a bit more confused. All right. I have to say, I really can't tell. I've examined her. She seems fine. She's confused. I have no idea what is going on. There's no other history. And I'm totally stuck. And you couldn't get through to the care home? No. I rang them and they said, oh no, she's more confused. And of course, she's been with them only for the last 3 months. And the carer who thought she was confused is not at work. Okay, all right. So let's see what things we can do at the bedside that help us to work out whether this is a delirium, which is, as you know, an acute medical condition and needs further workup, or maybe just part of her established dementia. So key things that are useful are looking at her level of attention. So when you were interacting with her, was she paying attention to you, or was she distracted, drifting off? Now that you say that, actually she kind of wasn't. She was
she was very easily started talking of other things while I was talking. Quite frequently, so she was veering off. Yes, she seems, yes. And was there any sign then of agitation? So psychomotor agitation, fiddling with things, pulling at your lanyard, getting easily agitated? So she's got a little pet stuffed toy with her. Uh-huh. And she was quite definitely quite picking at that. Yes. Oh, she was. Okay. She was. And I suppose it's a bit early to say if she's in the ED, but fluctuation would be the other key aspect. So not that I have seen, but they sent her in saying she has been quite agitated, but she hasn't with me. So, exactly. Okay, exactly. So I think if those three things are there, so she's, you know, inattentive, fleeting attention span, she's got some psychomotor agitation, and she's apparently fluctuating, that sounds to me like she's probably got a delirium, and I think we probably need to look a bit harder as to why she may have developed delirium before we make a decision about where she goes next. Okay, so that's a good point. So actually that reinforces for me what I hadn't necessarily given much attention to, is that the history, the fact that she was actually quite agitated earlier, but absolutely not as much now, is quite important. Most important tool for an ED is the telephone, get in touch with people that know the patients, and find out what's happening. Excellent, thank you. So in terms of examination, we have just done some near vision tests and some routine field examination, it seems fine. Is there anything specific I should be looking at? Yeah, okay, so things to look for, I always think of the top three common causes of delirium are acute infection, so sepsis or some other infection, so she's got no fever or anything like that to suggest infection. No. Yeah, but that would be a really common cause. Remember, not about urine dips alone, don't necessarily count as infection. Yeah. Second one would be metabolic disturbance, so dehydration, hypoglycemia, hypercalcemia, whichever acute kidney injury, but you say a near patient tests are okay. Yes. Yes. So the other thing I'd be really keen to know is her medication, her drug history. So if she's on any anticholinergic medication or confusogenic drugs, mm-hmm. and there's this thing called the anticholinergic burden scale you can look at. So there's a lot of common drugs that we don't think of as being anticholinergic, beta blockers, diuretics, that have got small amounts of anticholinergic activity. All of that can build up and cause delirium in some patients. So those are the top three things. And then stuff that you probably do all the time, you know, make sure she's not constipated, not in urine retention, no pain, that she's comfortable, that she's been sleeping well, all those sorts of basic activities or basic things. You've given me some really good tips. Yeah. But yeah. if I were to now go and share it with the juniors to teach them, give me a quick teach on what else I could do to support them do better assessment of delirium. Well, the assessment we've discussed. Yeah. So the key things to look for are fluctuation, change from baseline, hence the importance of phoning up. Psychomotor agitation, so these are people that are picking and so on. Might be hypoactive delirium, in which case they'll be obtunded, but this fluctuation, psychomotor agitation, and inattention, inability to follow a conversation are the key things. Okay. One of the tips for the juniors is actually if you come into someone's personal space, you might get a little bit uncomfortable with that, although you're not too bad. No. But most people get a bit uncomfortable. Yes. And that's the sign that there's a reduced arousal, reduced awareness. So there's a simple bedside test you can do there. But often these are people that will be flagged up by carers or people that know them well, that there's been a change in their baseline cognition. Okay. So thorough physical examination, make sure of all the standard systemic things that we're looking for, but with special focus on a medication review and also remembering. طبعا أنا كنت ناوي في نهاية في يوم الخامس last lecture عملها بالبليل، يعني أنتوا اللي تعملوا اللي عملوه هذولا الزملاء. هل كده احنا نتكلم عن ايش الديمنشا هاي الديمنشا شوف احنا فوتنا كتير قاعدة اعملكم هنا شوية هذا في لخبطة عندي السلايد هذه لازم تكون بعد الفيديو هنا شوفوا الدمشة الشيء هذه جايب لكم انا history of 75 years old man developed symptoms which in the form memory problems especially remembering recent events في عندنا increased confusion احنا قلناها reduced concentration
personality and behavioral changes, apathy and withdrawal or depression, loss of ability to do daily activities, sometimes fail to recognize that these symptoms indicate that something is wrong with him. Hina can be mistaken to be behavioral or normal part of ages. أتأكد بس إنه dementia disorders في عنا only arthritis يعني هي طبعا أكثر شيء هي common. بتيجي بعد الأرثرايتس اللي هي الديمنشا بتوصل نسبة 20% among those who are over than 20. Dementia disorders most common they are Alzheimer, vascular dementia, alcohol, combination of the three. These factors family history, the age, the female sex was going on in them as well. هنا بتحصل changes يعني الفيديو قالكم كل الكلام هذا تقريبا يعني في عنا الكوجنيشن في عنا الموري واللانجويج افكتيف بيرسوناليتي ابستراكت ثينكينج not in depth يعني تركيزه بيكون خفيف ممكن يخش في أبيزيا ما يتكلمش however level of awareness and alertness are usually intact وهذا بيعمل differentiation between delirium the nature of delirium the awareness will alertness will not be intact يعني هذا ممكن يكون نحط في الأسئلة هذا الكلام يعني هو الawareness والalertness usually intact in early stages في delirium هذا بيختلف عن في الديمنشا لكن يكون absent في ايش في الدليريوم في عنا non-cognitive symptoms accompanying dementia depression pathological laughing or crying irritability and explosiveness delusion and hallucination احنا قلنا لكم ايش معنى hallucination remember it طب ايش هي delusion do you know it هي fixed beliefs cannot be shaken and not accepted from the people of the same standard يعني لو انت طلعت كلمت لزملائك والله انا عملت البحث لفلان وطلعت لكورونا العلاج المناسب هيقولوا عنك انت في عندك دليل لكن لو طلعت انت عشان الدكتور وطلعت الناس مش متعلمين والله لا انا واصحابي اشتغلنا عملنا فاكسين لا لكورونا والحمد لله ناجح ممكن يصير جوجل هذا ايش دكتور لكن الناس the same standard or knowledge may not accept you and if you come to know it is fixed in your mind I go عندك ايش delusion هنا behavior problems in dementia agitation كل هذا نقال في الفيديو تقريبا listlessness, wandering, violence, shouting
social and sexual disinhibition. هل بتخوف؟ في ناس عواجيز اعتدوا على بنات يمكن 6 سنين و7 سنين، مش لانه هي سيكشوالي اكتيف، لكن في شيء عنده كانت يعني بالمؤاخذة بيكون زي الانيمال، في شيء عنده ايش ديس انهبيشن. في سليب ديسربانسز دمنشيا عن سبب كونديشنز، يعني في هي طبعا قال لك في التريتمنت تاعها ممكن تتعالج، وفي حاجات صعبه الحياة بتتعالج لو كانت كاردياك رينال كوجنيتيف كونجستيف هارت فيلير، يعني ممكن اندوكراين تديله بس تيروكسين ميديكيشن مسيوز بياخد أدوية بزيادة وتكلمنا عنها، وحناخد احنا ليكتشر عن الميديكيشنز فور الليرنينج. برايمري منتال ديسوردرز، ايش معناته برايمري منتال ديسوردرز؟ في حاجة برايمري وفي حاجة سكندري، يعني ديبريشن برايمري، لكن لو واحد عنده تيومر في البرين هذا ايش سكندري منتال ديسوردر. الزهايمر ديزيز، وات از الزهايمر؟ انا مش هتكلم عن الديتيلز. موست كومن كوز اوف ديمنشا، بس بتكلم انه علاقه في الديمنشا. بعدين it is irreversible, progressive and slow brain disorders. بيعمل destruction للميموري والثينكينج. بعدين احنا دائما لما نتكلم بحاجة زي هذه بنقول الديلي اكتيفيتي also be affected. كفاية على نخش بسيرز فيها. فيها ميديكيشن وفي الزهايمر. انا طبعا هذه I don't يعني care for me. لان بالنسبة لكم انتو كجيبيز يعني just to recognize dementia and Alzheimer. When it's يعني the medication just to delay the decline of the disease. Vascular dementia had a second common cause. زي ايش؟ diabetes, hypertension, cigarette smoking. Other types of dementia, multiple sclerosis, vitamin B12 deficiency, hypothyroidism, Wilson's disease. في عنا missing for behavioral problems, valproic acid, المستعمل في حالات ايش؟ epilepsy and others. بنزوزايبين في حالات ايش كونفلوجن. وش انا هنخش على الدبريشن. هنا طبعا برضو هتكلم مش هتكلم في ان ديتيلز، بس لو كنتوا امامي كان عمل ديسكشن معاكم فيها ازود. وش تراي سايلك انت ديبريسنت از موست بريفبل فور الدرلي. طبعا في ناس حتى الان لسه فور 3 دايز انا شفت بيشنت اللي بتاخد وان اوف ذيس ميديكيشنز عشان يخطط له كويس، يعني ليش ما يعطوهاش الثاني مثلا؟ وش از ذا موست اكسبتد فور الدرلي؟ هو نورتريبتيلين. يعني انا شفت بيشنت بياخذوا اميسبتيلين السايد افكتس بتكون ازود، فاحنا بنديهم النور تبتدين. depression in other patients maybe delusions. انا اقول ايش مع delusions
which are usually behavior persecution أو hypochondrial. من أول ما بديت معك في الكويز قلت لكم hypochondriasis وقلنا إيش معناها، اللي هي عبارة عن somatoform disorder. إنما هذه delusion مش hypochondriasis، هذه fixed belief. إحنا نديهم anti depressant و anti psychotic electric ECT. هذه على ما اعتقد في عندي كويس فيها شكلي حطه في الاول وسبته. هذا الدراج اوف تشويس يعني له ايش؟ الكترو كونفالسيف ثيرابي سبيشالي امانج الدر. دي انا حاطه سؤال الحقيقه بين الصوم في اليوم، بس يبدو انه كانت جنب الدمنشا محطوطه بالغلط، ف كان بدأ عملها كويز قبل السؤال هذا، فبنعطي الكتروكونفالسيف ثيرابي زي ذا دراج اوف تشويس او تريتمنت اوف تشويس. في طبعا سم ميديكيشن كان كوز ديبريشن اللي هو ايش؟ بيتا بلوكرز نوت ذا سيلكتيف وان، اللي هو ايش اسمه، اللي هو اللهم صل نون سيلكتيف وان، لانه بتباس ذا برين باريرز اند كان كوز ديبريشن، وممكن تعمل ايش سم انفولاتري موفمنتس. وانا شفت هذه في نفسي بعينيا، اللي هو بيتا بلوكر نان سيلكتيف، والله نسيته عشان بكتبوش. رول اوت ميديكال كوزز، يوز سايكولوجيكال سيمبتومز such as hopelessness, worthlessness, guilt. هنا كون خلصنا اللي هي السايكولوجيكال بروبلمز among elderly and thank you very much.